ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر التواصل والتراحم والمحبة والغفران، شهر الصيام والقيام، بانتظار مقاولات تبلغ ما يقارب 150 مليون دينار سنوي، ويساهم قطاع المقاولات بتشغيل وخلق فرص عمل لما يزيد على 150 قطاع مساند ومرتبط بقطاع الإنشاءات. إن قطاع المقاولات يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع للقطاعات كافة. النقابة جاهزة مع الشركات العراقية والعربية، وتقديم المساعدات والخبرات المتوفرة لدى من فيها، وتنتهج آلية لتصدير المقاولات الأردنية التي تلقت فيها القبول الكبير في الوطن العربي ودول مثله، لما يتمتع به المقاول الأردني من سمعة طيبة واحترافية مهنية عالية. سعادة نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب متكلم. سيدنا محمد الله سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الأطهار الغر الميامين، وعلى أصحابه الراشدين، وبعد. سعادة سفير جمهورية العراق الشقيق صفير خالد السهيل المحترم من العراق والأردن الكرام، وأعضاء مجلس نقابة المقاولين وهيئته العامة، مرحبا بكم في بيت المقاول الأردني، بيت الخبرة الأردنية والعربية على حد سواء. سعادة السفيرة راعية هذا اللقاء الطيب، بكل مشاعر المحبة نستقبلكم في نقابة المقاولين كإخوة وأشقاء لنا، مجتمعين على مائدة الإفطار الرمضاني، مؤكدين على قوة ومتانة العلاقة ما بيننا. جميع أطراف العمل من رجال أعمال ومقاولين ومهندسين ومستثمرين وصناعيين وقطاعات مساندة، لنعمل سويا على رفعة وتقدم وازدهار بلدنا ولنبني أوطاننا بسواعده. إن الشراكة العاطفية والأخوية بانتقالها وتعزيزها للشراكة الاستثمارية مع الأشقاء في العراق الشقيق ستمثل بقوتها نموذجا ناجحا يعكس مكانة العلاقة التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وإن الآفاق المستقبلية تحمل طموحا في توسيع هذه الشراكة بما يحقق من نمو وازدهار في القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. آملين من قيادة بلدينا المباشرة على العمل بتقديم كل الوسائل الداعمة والمساندة والتسهيلات وتذليل كل الصعوبات والعقبات في طريق الاستثمار والتعاون بين بلدينا الشقيقين، وذلك لإنجاح مشروعات القطاع الخاص في مواكبة مسيرة التنمية والتطوير التي استهدفت أرض العراق الشقيق بعد أن زالت غمة الإرهاب وحل الأمن والاستقرار على أرض العراق، فأصبح بيئة جاذبة للاستثمار يستوجب العمل على تذليل عقبات التجارة البينية وفتح مجالات تسويقية مشتركة تمتد إلى نطاق واسع ومشاركة وتنظيم لقاءات ومعارض بين الدولتين الشقيقتين. سعادة السفيرة، الحضور الكريم، لكل ما سبق نأمل أن يكون لكم إخواننا العراقيين وكما هو عهدنا بكم دور فاعل بأن يكون لأشقائكم في الأردن دورا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق الشقيق.
مؤكدين على ضرورة معالجة المشاكل والمعيقات التي تؤثر في انسياب عمل المقاولات أو الهندسة أو المنتجات الأردنية أو الصناعة الأردنية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من وجهة نظر القطاع الخاص في هذا الشأن. والتي تدرسها النقابات والغرف الصناعية والتجارية والإجراءات المشتركة بيننا، حيث تقيم نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين معرضها السنوي تحت عنوان المعرض والمؤتمر الدوري 13 للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، بحضور العديد من المسؤولين والسفارات وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، يهدف إلى بناء شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات ومحاولة لربط هذه الشراكة لتفعيل دور الاقتصاد الأردني على المستوى الدولي ووضعه على خارطة العالم الاقتصادية، وذلك تنفيذا لرؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. طامحين من خلال إقامة هذا المعرض إلى عمل ائتلافات مع مختلف الشركات العراقية والدولية والعربية، ونتطلع إلى تصدير المقاولات والهندسة والصناعة وبمعيتكم إلى عمقنا العربي، وخاصة في ظل الإمكانات المتوفرة والحرفية العالية للمقاول الأردني والصناعات الأردنية والمهندس الأردني، حيث أثبت المقاول الأردني الكفاءة في تنفيذ مختلف المشاريع سواء كانت طرق أو طاقة أو مباني أو بنى تحتية أو فوقية. داعين كل من يتطلع إلى الانطلاق نحو مستقبل مشرق الانضمام والمشاركة في هذا الحدث الهام الذي سيكون موعده في 24/6 القادم ولغاية 27/6. في الختام نأمل أن نستمر في التعاون الجاد مستفيدين من خبراتنا من خبرات بعضنا البعض، متطلعين لمستقبل زاهر يخدو مصلحة بلدينا وشعبينا. حمى الله الأردن والعراق وسائر الأخبار العربية، آملا أن تكون هذه اللقاءات بشائر خير ووحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التطور الكبير الذي حققته الصناعات الأردنية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها شريانا رئيسيا من مصادر الدخل القومي، حيث تعد ركيزة من مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة، ويحتل الأردن موقعا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، إضافة لتمتع هذا البلد الصغير بالاستقرار والأمن مقارنة مع غيره من دول الجوار العربي. في مداخلة وأنا سعيد فيها الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيدة الفاضلة السفيرة في الدولة الشقيقة العراق، وأصحاب السعادة الأخوي ماجد والأخوي محمد والجميع، وسامحوني إني مش ذاكر كل الأسماء. يعني هاي سابقة أنا بفتخر وبعتز فيها حقيقة بهذا النوع التعاون الرائع اللي أحدث أخوي أحمد اليعقوب ما بين غرف الصناعة وما بين نقابة المقاولين. فأنا سعيد جدا الحقيقة بهذا اللقاء. خلينا نعطي شوية أمور أعتقد تطرق لها اللي هو موضوع الدولة الشقيقة العراق. اليوم احنا زيارتنا تكررت كثير للعراق الحقيقة، وبوادر الأمل بأن تعود الأمور إلى سابق عهدها إلى العراق موجودة، لكن لابد من الحقيقة أيضا نستمر بعمل مضني جاد تجاه كل هاي المواضيع. يعني احنا حققنا جزء لا بأس فيه بمساعدة طبعا الإخوان العراقيين اللي بوجه لهم كل الشكر، اللي لهم استثمارات ومصالح في الأردن. حقيقة يعني حسينا صحيح من زمان، ولكن الآن أكثر بين أخوة مساندين، ويعني ساهموا بنشر
التوعية بالجانب العراقي. وأخوي ماجد الساعدي قبل فترة أيضا استضاف أخوة نواب وإحنا أخذناهم في جولة إلى المصانع أيضا ساهموا في البث الدعائي. إحنا أكثر ما كان يسيء للأردن الحقيقة إنه يقولوا إنه إحنا راح يكون الأردن عبارة عن يعني المنتجات اللي ترسل إلى العراق عبارة عن منتج للأسف أقول اليوم من عند العدو الصهيوني. أنا أقسم بالله أمام عدد هائل من إخواننا العراقيين بأنه أنا شخصيا ما شفت ولا منتج لأنه إحنا كأردنيين نقاطع هذا المنتج اللي إحنا لا يمكن نتعامل معه. فاللي بدنا نأكد مرة أخرى وأخرى لم يصدر لم يصدر إلى العراق إلا المنتج الأردني 100%. أنا آسف شكلي أطلت وإحنا جربنا على الإفطار. شكرا جزيلا شكرا للحضور ويعني رمضان كريم. شكرا. لم يعرف التاريخ بقعة على وجه الأرض كالعراق مهد الحضارات وأرض العلم وموطن الصالحين وقبلة العظماء. فالعراق جمع المجد من كافة أطرافه واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ حتى باتت هذه البقعة الأكثر تميزا وغرقا وإشراقا بين سائر قطاع الأرض ولا يزال الخير باقيا فيها إلى آخر الدهر. دكتور ماجد الساعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه وآل بيته أجمعين. إحنا كنا نتمنى حديثنا يكون بعد الإفطار نكون عند طاقة أكثر من الحديث. معهم ايضا عن الشده لكنه الحقيقه انا سعيد جدا اشكرك يا احمد على هذه الدعوه الكريمه وسعد بالاشتراك الجدير على كثره النشاطات الجاليه العراقيه في الاردن والنشاطات المستمره في دعم العراق. في العراق للمستقبل الايجابي ونحن منه سواء عراقي او عربي يواجه مشاكل نظرا لانفتاح السوق العراقي وانفتاح على دول مجاورة كبيرة في اقتصادياتها وسهولة نقل بضائعها ومنتجاتها إلى السوق العراقي. منذ 2003 وبعد سقوط النظام وانفتاح الحدود بشكل تام وغير مسيطر عليه لا جمركيا ولا أمنيا ولا اقتصاديا واجهنا كمصنعين ومستثمرين في الأردن بدخول بضائعنا أساساً إلى العراق. وثانياً المنافسة السعرية الحادة مع المنتجات الصينية والإيرانية والتركية التي أحياناً تدعم من قبل دولها وهنالك دعم كبير بالأسعار لأنه تركيا وإيران تعوض التاجر الإيراني أو التركي بعملته المحلية وتأخذ الدولار لأسباب معروفة. فبالتالي وجدنا صعوبة شديدة في المنافسة وتوقفنا بعد 2014 خلال داعش إلى أجزاء كبيرة من العراق مما سبب ارتباك شديد في الصناعات الأردنية والمستثمرين العراقيين بالذات اللي بنوا صناعات أساسا على السوق العراقي. الآن الحمد لله الأمن مستتب لدينا حكومة منتخبة رئيس وزراء اقتصادي بحت ويتمعن بالأمور ويتفتح على محيط العربي بشكل كبير رئيس جمهورية صديق إلى الأردن رئيس البرلمان صديق إلى الأردن ومقيم في الأردن فأصبح للأردن من أهمية خاصة في إعادة إعمار العراق وعودة الروح والتبادل الاقتصادي الكبير الذي كان قبل 2003 وتضرر بسبب الحرب. كما
لاحظتم منذ شهر 12 السنة الماضية وإلى الآن أغلب رؤساء دول العالم زاروا العراق، وزراء يعني ما بين ويوم وآخر ذلك وزير تجارة وزير خارجية رؤساء دول جلالة الملك اللي توجد زيارات وفتحت الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص الأردني للدخول والمساهمة في إعادة إعمار العراق. إعادة الإعمار كبيرة جدا، العراق توقف منذ 91 في إعادة الإعمار. الحاجة الآن إلى أكثر من 5 مليون وحدة سكنية. الحاجة أيضا يعني واحنا نتابع هذه الأرقام إلى أكثر من 4000 مدرسة. وأنا أتي مع البصرة كونها مدينتي متابعة مع سيد المحافظ واللجان الاقتصادية بدأوا بطرح العطاءات منذ الأسبوع القادم إن شاء الله تكون على مواقعهم لبناء 200 مدرسة، لبناء 1500 وحدة سكنية، مشاريع الطرق والمجاري والمياه والفنادق إلى آخره. الحملة كبيرة إعادة الإعمار تستدعي الجرأة الحقيقة من المقاول والمستثمر العربي والأجنبي لدخول السوق العراقي. المردود عالي، نسبة المخاطرة موجودة، لن أقول 0%، لكنه المردود على الاستثمار عالي، يصل حتى 60% في بعض المنتجات اللي احنا نوردها في الوقت الحالي للعراق. البنوك الأردنية جاهزة، وهناك بنوك فتحت الحقيقة في العراق وتتعامل مع مستثمرين عراقيين، وإن تعاملات كبيرة معهم. الشراكات أيضا، هناك أكثر من 30,000 رجل أعمال عراقي يعيش في الأردن، فأغلبية القطاع الخاص العراقي هو مقيم بالأردن أساسا، حتى لو لم يستثمر في الأردن لكنه مقيم ولديه مكاتب، فالشراكات مفتوحة. نحن في مجلس الأعمال العراقي والسفارة العراقية والحكومة العراقية نكون إن شاء الله الحلقة والرابط والوسيط ما بين الشراكات وما بين المقاولين الأردنيين والمقاولين العراقيين بعون الله. أختصر هذه الكلمة، أتمناكم رمضان كريم، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير لإعادة إعمار العراق وإعادة إعمار الاقتصاد الأردني، والسلام عليكم. الطيب لم يأكل لتضرنا، نحن نسمع كلامك من تمرنا، تبين البصرة كلها من تمرنا. يعتبر العراق نموذجا حقيقيا للعيش المشترك والتسامح والتعددية، فهو يطول العديد من أتباع الديانات، حيث استطاع العراقيون أن يبنوا مع بعضهم البعض هذا الوطن، وأن يبدوا فيه جذور التأكيد الإنساني والتعاون، مما جعل العراق تفيد على كل المحتاجين. فصار العراق بذلك رقما صعبا يعتبر اللعب به والعبث بمستقبله من اشد الامور خطوره وكارثيه. وقد اسهم هذا التسامح في اشراق نور العلم، حتى صار العراق مصدر العلماء والمفكرين والمجتهدين في كل زمان ومكان. دعونا نرحب بسعاده السفيره العراقيه صفيه سهيل، حياكم الله. والتعاون، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استضافتنا فيها في هذا الصرح الذي نكون له كل الاحترام والتقدير، إنما حقيقة أعتقد بأن المزيد من اللقاءات ستعزز العلاقات التي نتطلع بأن نبنيها ليس فقط مع القطاع العام الأردني العراقي كما هو معروف، لحقق نجاحات كبيرة خلال الثلاث أعوام الماضية والتي توجد خلال المرحلة الماضية خلال الخمس إلى ست أشهر الماضية، إلى المزيد من التعاون المشترك وتوقيع الاتفاقات وتوقيع مذكرات التفاهم. إنما حقيقة أنا أعتقد بأن النجاح الحقيقي هو كيف نعمل من أجل ترجمة
هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعها كلا الطرفين على المستوى الرسمي بين العراق والأردن إلى مشاريع إعادة إعمار وجذب استثمارات وعمل مشترك وصولاً إلى التكامل الاقتصادي اللي أكد عليه كلا قيادة البلدين بإرادة عالية سياسية من خلال اجتماعات عقدت في بغداد وفي عمان وعلى الحدود المشتركة أيضاً، بمعنى نتكلم عن الشراكة. كان هناك رمزية عالية في الاجتماع الذي عقد على الحدود العراقية الأردنية، وهذه الرمزية لا تأتي فقط للمدينة الاقتصادية الحرة التي ستكون مشروع استراتيجي يربط المصالح الاقتصادية العراقية الأردنية والتعاون المشترك، إنما أيضاً هو نوع من الرسالة التي أعطاها العراق والأردن بأن الشراكة هي شراكة المناصفة والشراكة التي تعتمد على المصالح المشتركة الثنائية لكلا البلدين والشعبين الشقيقين. لذلك أنا أعتقد بأن آن الأوان أن نرى المزيد من العمل المشترك مع القطاع الخاص، مع النقابات، مع الاتحادات، مع الورق الصناعية والتجارية وكل القطاعات والمجالس التي تخص الأعمال، سواء في قطاع الصناعة، في قطاع التجارة، في قطاع الطاقة، في المجال النقل، ومعنا عدد أيضا من الشخصيات التي تهمها قضية تفعيل التبادل التجاري الذي هو أساس النقل أيضا فيما يتعلق في النفط وغير النفط، كلها يتعلق أيضا في قطاع مهم وهو قطاع النقل كما تعرفون. لذلك احنا سعينا في السفارة العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية بأن نبني كل هذه العلاقات، وسعيدين بأن لدينا علاقة متميزة مع هذه النقابة التي نحترمها والتي نقدرها والتي يرأسها الأخ العزيز الأستاذ أحمد. أود أن قبل ما نبدأ يعني الإفطار قريب أن أقول تحياتي لكم سيد النقيب، تحياتي لغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان، وأكون لهم كل التقدير والاحترام لما بنيناه أيضا من عمل مشترك. أيضا يطيب لي أن أبارك لكم جميعا الشهر الفضيل سائل المولى أن يعيده على بلدينا وشعبينا الشقيقين بالخير واليمن والبركة. ويشرفني في هذه المناسبة الطيبة أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الشلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم والحكومة الأردنية الموقرة ومجلس الأمة والشعب الأردني العزيز وكافة أصدقائنا من الأردنيين وإلى الجالية العراقية العزيزة التي نكون لها كل الاحترام والتقدير، واللي أنا أجد أمامي مجموعة من القامات من أصحاب المعالي إلى أصحاب العطوفة. نحن لا نستعمل العطوفة، إنما نقول السعادة والسيادة، وكبار ممثلين الجالية من كافة العراقيين، سواء كانوا حقيقة سعينا بأن يكون الحضور العراقي ليس فقط حضورا لكبار المستثمرين والقامات التي استثمرت في الأردن من باب عمل تجاري صناعي مقاولات، إنما أيضا من يمثلون الجالية العراقية من الشخصيات التي لها تواصل مع كبار هذه الشخصيات، سواء من أخواننا المسيحيين، من أخواننا الصابئة المندائيين، من أخواننا حقيقة اللي يمثلون كافة القطاعات، العفو المكونات العراقية التي تتمثل في العراق المتعدد المتنوع الذي يسعى أن يكون دائما حاضرا في تمثيله سواء على المستوى السياسي الثقافي الإنساني. فلذلك نحن نشكركم. أود أيضا أن أؤكد بأن الشراكات التي بنيناها معكم وبنيناها مع النقابات، وأحب أن أذكر نقابة المهندسين الأردنيين الذين حقيقة بنينا معهم علاقات طيبة، ونأمل أن يكون المزيد من التعاون المشترك والتشريك ما بين النقابات وبين الغرف الصناعية والتجارية للمرحلة المقبلة. أود أن أحيي أيضا نقابة سواق الشاحنات، أنا أعتقد الأخ داود معرفة إذا معنا هو يعمل بشكل كبير، وحقيقة ممنونين لهذا التعاون المشترك اللي يعزز ويدلل العقبات اللي ممكن أن تواجهنا أو تواجه كلا الطرفين من قطاع النقل الأردني والعراقي.
أنا أعتقد بأن هناك ضرورة بأن نؤكد بأن العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تطورت بتطور حقيقة ملحوظ، وهذا التطور مدفوع بإرادة سياسية عالية من قيادة البلدين الشقيقين من خلال خطوات مدفوسة على أرض الواقع، وقد تجسد ذلك في الزيارات واللقاءات المكثفة والمهمة لمسؤولي كلا البلدين ومن أعلى المستويات، وما نجم عنها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولقاءات لجان فنية مشتركة خرجت بنتائج وتوصيات مهمة تمكن أو تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والتعاون المضمون بين البلدين. ومن القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا في اطار التعاون الثنائي قطاع المقاولات، حيث ذهب القائمون عليه ممثلا بالسيد احمد اليعقوب رئيس نقابه المقاولين انشاءات الاردنيين والسيد علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين على ايجاد شركات مهمه تعكس الرغبه المشتركه لتاسيس العلاقات الثنائيه في هذا القطاع الحيوي وبما يصب في مصلحه البلدين والشعبين الشقيقين، سيما وان العراق يشهد مرحله مهمه من البناء والاعمار بعد ان تمكنت قواته من القضاء على عصابات داعش الارهابيه وما احدثته تلك الاصابات من دمار واضرار في المباني والمؤسسات والطرق. ولا بد من الاشاره بهذا الصدد الى قطاع المقاولات، قد شهد العديد من الزيارات واللقاءات التي افضت الى توقيع مذكرتين تفاهم بين البلدين، الاولى مذكره تفاهم بين اتحاد المقاولين العراقيين ونقابه المقاولين الانشاءات الاردنيه، الثانيه مذكره تفاهم بين وزاره المياه الاردنيه واتحاد المقاولين العراقيين ونقابه المقاولين الاردنيين في مجال التدريب. كل هذه المذكرات بالتأكيد تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجال العمل المشترك، التدريب، تبادل الخبرات في القطاعات المختلفة سواء كان في المياه أو في القطاعات الإنشائية، ونعتقد بأن في المرحلة المقبلة سيكون هناك المزيد من العمل اللي شرفنا أن يكون جزء متعاون أساسي للتنسيق ما بينكم وبين أود أن أذكر بأننا سنرعى وسنكون يد بيد مع نقابة المقاولين الأردنيين للتحضير والتنظيم لمعرض الإنشاءات الأردني اللي حتكون بالشراكة مع المقاولين العراقيين والذي سيقام في 24 إلى 27/6/2019 تحت شعار الأردن والعراق شراكة وبناء. الأردن والعراق شراكة وبناء ليس فقط في المقاولات، إنما في جميع القطاعات وأيضا في أواصر المحبة والتعاون ما بين الشعبين الشقيقين، وأكبر دليل هذا الجمع الكبير من كبار شخصياتنا وشخصيات الأردن الذي تحضر في اجتماع أولي في الحقيقة في الشهر الفضيل. لربما لا تعلم أستاذ أحمد، نحن نجتمع لأول مرة في الشهر الفضيل على مكتبة الإفطار بدعوة من أشقائنا الأردنيين، وحقيقة هذه رسالة أعتز بها كثيرا أن يكون الدعوة الأولى من إخواننا ومن أود أيضا أن أذكر بأن قرار إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن هي رغبة مشتركة للبلدين في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها حقيقة لتأسيس عمق العلاقات المخاوية، وأنا أعتقد بأن المصلحة هي مصلحة متبادلة والمنفعة هي منفعة مشتركة. أستاذ أحمد، أطلب إذا أمكن معنا أخ مهند أبو حيمول، هو رئيس غرفة التجارية الأمريكية في العراق. سمعت منه صباح اليوم حاول البدء بمشاريع مشتركة وتنسيق، لربما من المفيد لكلا القطاعين الخاص العراقي والأردني أن يسمع منه ولو لدقيقتين إمكانية التنسيق المشترك للاستفادة في التوجه العام في هذه الغرفة لمساعدة القطاع الخاص للبدء بمشاريع. ايضا اود ان اقول اذا امكن قبل ان نعطي الاستاذ مهند ابو حيمول دقيقتين للحديث باختصار بان هناك ايضا تعزيز للعلاقات العراقيه الاردنيه وتعاون مشترك في القطاع المصرفي، وسيكون هناك قريبا
تأسيس لمصرف البنك العربي في العراق، وهناك حديث مع محافظ البنك المركزي وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك، وهذه كل النجاحات ستساعدكم وتساعد القطاع الخاص العراقي والأردني للبلد بمشاريع من الممكن أن يمولها بعض المصارف المقتدرة الموجودة في العراق. أيضا قبل أن أنهي أود أن أؤكد بأن السفارة العراقية اليوم قد أعدت لكم دليل المستثمر في العراق 2019 عن طريق هذا السيدي الذي هو معي. أعتقد بأن من الممكن أن يكون مفيد لمن يرغب أن يحصل على نسخة من هذا السيدي واللي موجود لدى النقابة الكريمة في المدخل. أهلا وسهلا عبر القضية الأخرى قبل أن أنهي، وهذا واجبي كسفير بأن أعمل ما لدي من التأكيد على بعض النشاطات اللي نقوم فيها واللي نعتقد بأن لربما مفيدة أو تعجبكم أن تكونوا حاضرين معنا. السفارة العراقية سترعى معرض وبازار ثقافي إنساني خيري يوم الخميس القادم لمجموعة من الحرفيين والفنانين العراقيين من الجالية العراقية، لا سيما من أبناء بعض المكونات العراقية اللي موجودة في الأردن اللي حقيقة تحتاج أن تزوروها في هذا البازار الخيري. البازار الخيري سيكون في تاج مول أبدون على باحة طابق البنور، واللي حيكون الافتتاحية الساعة 9:30. أتمنى على الجالية وأتمنى على أصدقائنا بأن يكون مساحة طبعاً وراء الإفطار حتى قادر، وهذا سيكون هناك عرض رائع للحرفية العراقية الرائعة في النقش على الفضة على الزجاج وعلى أيضاً كل متعلقات الحرفية العراقية، ولا نعتبرها مناسبة ثقافية، وأيضاً بازار خيري للعوائل العراقية اللي نشكر الأردن على احتضانها لهم، وأيضاً الدعوة موجودة في النقابة العزيزة. مرة أخرى أقول كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وباسمي وباسم السفارة العراقية بكافة أعضاء الموجودين سواء الشخص الثاني أستاذ خالد الحزران، سيادة العميد عبد الرحمن ليل الملحق العسكري والعدد الكبير من الدبلوماسيين العراقيين، نشكركم حقيقة أيضا وجودهم معنا بعدد كبير، وهذا دليل على التقدير العالي لهذه الدعوة الكريمة ورغبتنا على أن نكون في كل قسم من أقسام السفارة بخدمة التنسيق والتعاون سواء مع النقابات والنقابة الكريمة أو مع الجالية العراقية في كافة محاصرة. فشكرا لكم، واكرر تقديري واعتزازي لهذه الدعوه الكريمه، واتمنى ان يكون لنا المزيد من التعاون ليس فقط في مناسبه الشهر القادم انما في مناسبات اخرى. شكرا جزيلا. نحط احنا على الويب سايت نقابه المقاولين لمن يرغب في الاطلاع عليه ان شاء الله سيكون على الويب سايت. سعادتك اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.